نفس المكان، لاعب خط وسط مهاجم، لكن هل سيضيف جديدا؟ هنشوف ونتابع. هذه العرضية داخل المنطقة، ضربة الرأس، مش ممكن مش ممكن لنادي الاسماعيلي. ادي عرضية حسني، شوف اللعبة، شوف التمريرة، وادي ردة الغاني فعل لنادي الاسماعيلي. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. ادي العرضية، شوف قطع سبق الناس كلها. والله استنى هنشوف التمريرة، ادي العرضية الخطيرة، طلع مرة تانية، الدفاع لسه في اماكن الخطورة، موجودة ضربة مزدوجة حلوة، خطيرة خطيرة، منتهى الجمال، منتهى الروعة. عماد حمدي بدماغه، وادي دافور اللي طالع يلعب بدماغه، ورد الفعل من محمود السيد اللي بدافور. ادي اللعبة، اي حد يشوفها اول مرة يقول لك كالدرون هو اللي موجود في الحتة دي. تلعب العرضية حلوة خطيرة، انما بسام مش على دفاعات طلائع الجيش. بص العرضية، وادي ضربة الرأس بقى طالع لفوق، مين؟ ريتشارد بفرة، وبعدها محمد فاروق هينهي الشوط الاول. ادي تتلعب العرضية، طالع لفوق في منتهى الخطورة المرة التانية، انما ممكن تبقى الهجمة والمحاولة الاخيرة. ادي عرضية حسن عبد ربه، وادي ضربة الرأس اللي طلع لفوق ريتشارد بافور، انما طبق يعني فهم وفكر جيل التمانينيات في الالفينات، الانتماء والولاء لنادي. ادي البينية طولية لدي ماريا، دي ماريا، دي ماريا، عافر ابراهيم محدوف في وسط ملعب وادي دجلة، وكل لعيبه الاسماعيلي بيرجعوا. شوف شوف الضغط، شوف الضغط، شوف الضغط، شوف الضغط، خدوها هنا ريتشارد بافور، ريتشارد بافور، ريتشارد بافور. لو عملتها، لو عملتها يا ريتشارد. حسن عبد ربه يدخل معاه ويقطعها طارق بشكل كويس، ويلعبها لقدام عند كاسونجو. هنشوف سرعة كاسونجو ومهارته مع ريتشارد بافور. يبقى لعب كريم بامبو، خرج اسلام عبد النعيم، ومن قبل حسن عبد ربه خرج ولعب عمر الوحش. داويش واحد من 8 مديرين فنيين جداد هذا الموسم. ادي الهفوة من عواد والانطلاقة من خليفة، لكن امين موسى ديارة، موسى المالي والغاني، يتفوق الغاني وخرج كرة رامي التماس، تبقى برة خارج الملعب. تلعب الكرة تاني من كاسونجو اللي عاوز يلعب بسرعة، محمود علاء، كرة واطية ينزل لها ويطلعها بشكل كويس وتتلعب لقدام. هاري لعيب حلو، اسلام جمال كنا بنشوفه، وادي التمريرة، اسلام جمال جوه ال 18، انما تدخل في وقت مناسب من ريتشارد بافور. برافو يا ولد يا لعيب محمد عواد، وبالتالي المأمورية صعبة. ادي حسين ياسر ليوسف وتارا، ريتشارد بافور يعمل فنت كده ويورينا حتة فيها مهارة مش موجودة. ادي محمد شريف، محمد شريف، محمد شريف يلعب العرضية، لكن ريتشارد بافور مصري جهاد جريشة اللي موجود ضمن 6 حكام عرب في كأس العالم روسيا 2018. ريتشارد بافور، واتكلم مع ديب كالديرون تاني مرة او تالت مرة، سيميليشن بقى مش سيميليشن بس، عامل له تمريرة حلوة يا ولد يا لعيب في الجبهة اليمين، انطلاقة ممكن يعمل الشغل. مؤمن زكريا عرضية في منتهى الخطورة مع محاولات كالديرون وابراهيم حسن، نقلتين من اجاييه، عاوز يطلع عند ازارو، الدفاع يشيل امامية، ايمن اشرف تاني تمريرة امامية، انما اداء مثالي في الشوط الثاني. اجاييه افضل اللعيبة اللي بتأدي النهاردة لغاية دلوقتي، انما نشوف الهجمة. وليد ازارو بنفس التحرك، هوت وليد ازارو اللي بدأ يهرب من تاني فتحي، سعد سمير يلعب لقدام، راجع لغاية وسط الزايدة، نشوف الهجمة وبعدين نكمل. تمريرة أمامية، مرحلة القر والفر بهجمات مرتدة دلوقتي على 18 لضربة مرمى. الدقيقة 64، 19 دقيقة من الشوط الثاني، تعادل السلبي بدون أهداف. عماد حمدي، 24 سنة عماد حمدي، كان جاي من نادي المنصورة، تالت موسم ليه بيأدي بشكل طيب، وجنبه رجع كل لعيبة النادي الاسماعيلي بعد ما وصلوا خلاص لاخر 20 متر يرجعوا لوسط ملعبهم بدون اي داعي. ادي ريتشارد بافور يقطع باتا يحطوها جوه ال 18، وادي المرة دي فكوا شوية لأول مرة نشوف الهدف رقم 23 من نصيب صلاح امين، اللي قلت اخر الهدافين كان اسلام جمال في الدور الثاني، واحمد عيد عبد الملك اللي موجود في النادي المصري. شوف العرضية خطيرة على الايمن القريب، عماد حمدي يسلم حسني اللي سقط لغاية فين، بقول لحضراتكم دوره في الملعب النهارده هو اللعيب اللي يبدا يتحرك حر كده ويبدا الهجمات من تحت تعدي الكوره براسين حربه، دييجو كالديرون وموسى كامارا. الجهه الثانيه بالوقت المحتسب بدل من الضايع، اماميه طويله على نموذجيتين، يا ترى النهارده بقى هيقدموا لنا وجبه كرويه منه الكثير في هذا الموسم اللي جاي على سبيل الاعاره من نادي الزمالك. يعني حصل على بطولات، دايما يقول لك درب النادي الفلاني ودرب. مره ثانيه اماميه، متولي بيرد عالية على حدود المنطقة، بيقطع احمد الالفي، يضغط ويقطع الغاني
بيروح فيه بيجيب بطولة. النهارده بقى نشوف هيعمل ايه مع نادي ابراهيم حسن، يجيبها مره تانية نادي الاتحاد. نادي الاتحاد بواجه القدم الخارجي، لو مين اللي هيكون ليه السبق في هذا الشوط؟ الشوط ده هو اللي هيتحد. هيلعبها خالد الغندور، الغندور عرضيه داخل منطقه الجزاء، ضربه الراس دفاعيه، طلع ريتشارد بافور، يلحق بافور قبل ما تطلع، يلحق لكن مش لنفسه، ضغط شوت وخد حلوه في الجنب اليمين، كماتشو ممكن يستلم بظهره، حط الراجل في ظهره، دخل مقطوعه من نادي الاتحاد. جده بيحاول يجيبها مره ثانيه، محمد عبد المجيد، جهاد جريشه. بدأنا بالفعل في الثواني اللي خد الجبهة واقتحم من ناحية بهاء مجدي ويقطع مرة تاني وبيشاكس على الكرة، عمل العرضية في منتهى الخطورة. تتقال قلنا في بداية الهجمات رغم النادي الاسماعيلي ليه السيطرة والغلبة على مستوى، قلنا طلائع الجيش كاشش تماما في وسط ملعبه وما عملش أي مبادرة هجومية، اهرب زي ما عمل في الكرة كده وراح في مساحة ومكان مناسب، قرار بالتسديد لما كانت سهلة. والمغرب ليبيا بنشوفهم هم بيلعبوا، فرق المصرية أداة عرضية جامده ملعوبه بره الملعب، شغل التكتيكي يا محمد عوده ولعيبته اللي قلت فضل محتفظ بيه توازن بتاعه في مناطق وسط الملعب الدفاعيه. بتولي يلعب لريتشارد، ريتشارد بافور استلم ريتشارد وعايز يعدي، عدى من ابو بكر دياره وريتشارد بيلعب واحده طويله، مفيش رايه ولا في رايه، في رايه ناحيه اليمين على طول تتلعب باصين ثلاثه لنادي انبي وبحاول الباص عرف السيد مستنيه، لعبها لعرف السيد وعرفه بالراس وبرافو ريتشارد بافور بيطلع عشان يسدد، اول ما يحط الكوره تحت رجله ابراهيم حسن تتلعب تاني من جديد في الجبهه اليمين، انطلاقه لسه واقف على الكوره امام النمى يضغط عليه ويطلع بره. تيدي ايضا كان احرز هدف لاسيوطي، دول لقاءين خلال مشوارهم في الدوري الممتاز. وده اللي احمد سعيد اوكا يلعبها طويله جوه ال 18 حلوه لكن يطلع بافور، تروح مره ثانيه لمحمد طارق، طارق عدت على شماله عرضيه لكن يطلع بافور، يا سلام يا ولد يحطها في وسط، مره ثانيه يطلع المتولي تغير اتجاهها يطلع بافور يوصل في وسط الملعب. لعيبه نادي الاسماعيلي في المناطق الاماميه لكن الاثنين اللي موجودين دلوقتي عندهم النواحي الدفاعيه، انذار كالديرون بعد ما جاب الجول اماميه تعادي مره ثانيه، ريتشارد بافور في وسط الملعب في مساحه لابراهيم محمد صادق وقدامهم دي ماريا ودييجو كالديرون، ادي ريتشارد بافور يطلع كوره ودي عبد الحكيم وموسى كمارا، ضغط ريتشارد بافور على عمر السعيد واستخلص من لؤي وائل قائد الانتاج الحربي، ريتشارد بافور وانقاذه لضربه جزاء من لؤي وائل، ادزي اميكال مزعج النيجيري والغاني المراد الغاني بتدخل عقلاني مميز اسلام عدى من المتولي لكن ريتشارد بافور واقف كويس ريش، قلت لحضراتكم محنك عمر السعيد يلمس مميز في ضربات الراس عمر تنزل لكن تعامل معاه برعونه ابراهيم حسن، ريتشارد بافور بثقه كانت مفقوده في الشوط الاول، الهدف ادى لعيب الاسماعيلي ثقه، ابراهيم عبد الخالق دي بسرعه ويبدا يحط تشكيلة مثالية لكل مباراة، هنشوف الوقت اللي جاي، وبعدين قدام بتروجيت، وبعدها قدام النصر لقاء 2-1، قادر اتنقل أكتر من 7-8 لعيبة من هنا لهنا، سواء بالأبيض للأصفر أو من الأصفر، على جنب عند رزاق سيسي، رزاق يخلصوا الموقف الدفاعي، تمريرة طويلة كريم العراقي، تدخل من غير فاول من عماد حمدي، جاي من ورا ريتشارد بافور، نقلتين لازم يسلم ويرجع مكانه، انما فضل ان هو يمشي ومشيت معاه، هيبص على الجبهه الشمال اللي فيها بهاء مجدي تسجل منها، تلعب تاني طويله اماميه على حدود ال 18 طالع لفوق السيد سالم يلعب الطوليه عند احمد رؤوف لكن برافو ريتشارد بافور، الشناوي حاسس بالذنب وعايز يكفر عن ذنوبه، يلعب الكره داخل منطقه الجزاء لكن يطلع على طول دفاع الاسمام عرفات، واقفين كويس لعيبه الاسماعيلي، واحد يقول لك في بطء من لعيبه وادي دجله لكن هم بيفتشوا عن ثغر، عمر جمال مارادونا اسلام عبد النعيم ودي ماريا وفي الامام دييجو كالديرون، ادي احمد رؤوف يحاول يطلع طول ريتشارد بافور، دفع بتبديلات دفع باسامه العزب لكن كلها لم تاتي ثمارها، كان منهم تبديل اضطراري عشان